بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة طلبات كلية الطب، بنكمل مع بعض رحلتنا مع السبيشال امبريولوجي اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم، وبالتحديد هنتكلم في المحاضرة دي عن الديفلوبمنت اوف ذا ارتريز. بعد ما خلصنا في الحلقات اللي فاتت ديفلوبمنت اوف ذا هارت بالتفصيل، هناخد المرة دي ان شاء الله ديفلوبمنت اوف ديفرنت ارتيريال سيستم في جسمنا. ومعاكم بالتحليل والشرح دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي والامبريولوجي كلية الطب جامعة عين شمس. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، نجمع مع بعض ايه هي الاورتيك فيسلز الاساسية اللي موجودة في جسم البيبي اصلا من قبل ما يكون الارترز اللي احنا بنشوفها بعد كده في الحياة اللي هي الماتيور، او ان بعد البيبي ده ما يكتمل. فبلاقي عندي الاورتيك فيسلز، بجمعهم في مايند ماب ظريفة جدا. اول حاجة اسمها الفنترال اورتيك ساك. فنترال اورتيك ساك، الفنترال اورتيك ساك موضحة على الصورة اللي هي مبسطة جدا اللي انا عاملها بامكانيات بسيطة خالص في الحاجة اللي انا بشاور عليها بالليزر دي، اسمها فنترال اورتيك ساك. وبفكرك ان الفنترال اورتيك ساك دي هي الدايليتد كرينيال بارت اوف ذا ترانكس ارتريوزز. ايه ده يا دكتور، هي ايه الترانكس ارتريوزز دي؟ دي كانت الارتيريال اند اوف ذا هارت تيوب. لو تفتكروا ان انا في المحاضرات اللي فاتت كلها اتكلمت عن الهارت تيوب ابتداء من الساينس فينوزز، ثم البريميتيف اتريوم وايه اللي حصل فيه، ثم الفنتريكل وايه اللي حصل فيه، ثم البالباس كوردس، وختمنا كلامنا بالترانكس ارتريوزز، وقلنا ان هي اتقسمت بسبايرال سيبتوم انتو بالمونري اوريفيس اند اورتيك اوريفيس. كان اخر حته من الترانكس ارتريوزز دي اللي هي الكرينيال بارت بتاع الهارت تيوب حصل لها دايلاتيشن وعملت لي حاجه اسمها اورتيك ساك، فنترال اورتيك ساك، وهي دي الارتيريال اند اوف ذا هارت. عندي بعد كده اتنين دورسال اورتي، اتنين دورسال اورتي ماشيين في جسم البيبي من ورا او في ظهر البيبي على الجنبين، واحد على اليمين وواحد على الشمال، عشان كده سميتهم اتنين دورسال اورتي. ايه الاتنين دورسال اورتي دول بيعملوا ايه؟ كل دورسال اورتا على كل ناحية بيدي ارترز مهمة جدا عشان يغذي الناحية دي. اول نوع من الارترز اسمه انتر سيجمنتال ارترز، ودول بيروحوا لجدار الجسم، علشان كده بنسميهم سوماتيك وبيبقى عددهم 30 بيرز. عندي بعد كده لاترال سبلانكينيك ارترز. كلمة سبلانكينيك يعني فيسرال، يعني رايحين يغذوا احشاء في الجسم، فيسرا. وعلشان الاحشاء دي بتبقى جانبية فبنسميها لاترال سبلانكينيك ارترز. والدورسال اورتا كمان بيديني حاجة اسمها فنترال سبلانكينيك، فنترال سبلانكينيك ارترز، هي كمان فيسرال، عشان كلمة سبلانكينيك دي تدل على الاحشاء، معناها ان هي فيسلز رايحة تغذي احشاء موجودة في الفرونت اوف ذا بودي او ناحية بطن الانسان. الاثنين دورسال اورتي بيتحدوا مع بعض كودالي عند ديل البيبي كده او عند جسمه من تحت عشان يعملوا سنجل دورسال اورتا. يبقى حكايتي انا عندي رايت دورسال اورتا وليفت دورسال اورتا يروحوا كده عند الكودال اند اوف ذا امبريو او في نص جسمه التحتاني ويتحدوا عشان يدوني سنجل دورسال اورتا. وما انساش ان الدورسال اورتا ده بيدي ارترز تغذي جدار الجسم من على الجنبين، بسميها انتر سيجمنتال ارترز، وبيدي ارترز تغذي الاحشاء فيسرال، سواء كانت الاحشاء دي على اللاترال سايد اوف ذا بودي بيبقى اسمها لاترال سبلانكينيك، او على الفنترال سايد اوف ذا بودي بيبقى اسمها فنترال سبلانكينيك، وهنعرفها بالتفصيل بعد شويه. اخر نوع اورطة عندي من الاورتيك فيسلز اللي هم السكس بيرز اوف اورتيك ارشز. عندي ستة اورتيك ارشز بيوصلوا كل ناحية من الاورتيك ساك بواحد من الدورسال اورتا اللي ورا. فبما ان انا عندي اتنين دورسال اورتي وعندي اتنين هورنز اوف ذا فنترال اورتيك ساك، هيبقى عندي ستة اورتيك ارشز يوصلوا الليفت هورن اوف اورتيك ساك بالليفت دورسال اورتا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وهيبقى عندي كمان رايت 6 aortic arches 1 2 3 4 5 6 بيوصلوا الرايت هورن اوف aortic sac بالرايت دورسال اورتا. They connect the dorsal aorta with the ventral aortic sac. Each runs
in the corresponding pharyngeal arch. جسمنا يا ولاد في الهيدن دنيك ديفلوبمنت، لما تاخدوه كده ان شاء الله مع الهيدن دنيك ديفلوبمنت، هتعرف ان وشنا قبل ما يبقى بالشكل اللي احنا عليه دلوقتي ده كان عبارة عن حاجة اسمها pharyngeal arches، حاجة كده شبه الخياشيم بتاعة السمك، بنسميها pharyngeal arches. كان عندي 6 خياشيم على الناحية اليمين كده و6 خياشيم على الناحية الشمال كده، كل قرش من دول او كل خيشوم من دول كان بيبقى له اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم، وكان بيبقى له نيرف خاص بيه وبلاد فيسل خاص بيه، علشان يدونا في الاخر العظام والعضلات المختلفه لوجهنا في الوضع اللي احنا عليه دلوقتي. انا مش عايزك تشغل بالك خالص بالفرنجيال ارشز دلوقتي، دي هتاخدها ان شاء الله بالتفصيل مع الهنا دنيك ديفلوبمنت، بس هي دي بقول لك المعلومه عشان تعرف ليه عندي بالتحديد 6 اورتيك ارشز، عشان انا عندي 6 فرنجيال ارشز يمين و6 فرنجيال ارشز شمال، كل فرنجيال ارش ماشي فيه الارتري بتاعه، علشان كده بقى عندي 6 اورتيك ارشز. يبقى المايند ماب دي بتوضح لك بمنتهى البساطة انا عندي كام اورتيك فيسل في الامبريو علشان يديني بعد كده الارترز المختلفة اللي في جسمنا. لو بصينا مع بعض على الصورة دي، ده تكبير الاورتيك فيسلز اللي في جسمنا. افتكر معايا ان انا قلت لك ان عندي رايت اورتيك دورسال اورطة وليفت دورسال اورطة، اتحدوا مع بعض عشان يدوا سنجل دورسال اورطة، وعندي رايت هورن اوف ذا اورتيك ساك وليفت هورن اوف ذا اورتيك ساك اللي هي دايليتد كرانيال بارت اوف ذا ترانكس ارتريوزز، وعندي 6 اورتيك ارشز على الناحيتين بيوصلوا كل اورتيك ساك هورن بالدورسال اورطة اللي على ناحيته. جميل جدا. والبيبي ده بيتكون بتختفي اجزاء من كل البلاد فيسلز اللي انت شايفها دي. اول حاجه بتختفي هي القرش الاول والثاني almost completely، والقرش الخامس on both sides. يعني نبص كده اللي حصل في الرسمه، القرش الاول والثاني والخامس اختفوا على الناحيتين، بس لاحظ ان القرش الاول والثاني بيقول لك almost completely، يعني سابوا شويه remnants هنتكلم عليهم بعد شويه، لكن الخامس اختفى تماما من على الناحيتين. يبقى القرش رقم 1 و2 و5 اختفوا تماما من على الناحيتين، والاول والتاني يا دكتور سابوا شوية ريمنانس هنقول عليهم بعد شوية. جميل، ايه تاني هيختفي؟ بص كده بعينينا على الرسمة. الله، جميل يا دكتور. الديستال بارت بتاع السكث اورتيك ارش على الناحية اليمين، ديستال بارت اوف رايت سكث اورتيك ارش، الحتة الاخرانية منه هي كمان اختفت، بتاعت القرش رقم كام؟ رقم 6 على الناحية الايه؟ اليمين بس يا دكتور. ثم بعد كده هيظهر لي حاجات بتختفي من الدورسال اورتي. اول حاجة هتختفي في الدورسال اورتي الكونكشن اللي بين القرش رقم 3 والقرش رقم 4 على الناحيتين on both sides. بص كده على الرسمة اهو، سبحان الله، الكونكشن اللي بين القرش الثالث والرابع على الناحيتين من الدورسال اورتي اختفى. جميل، وايه كمان؟ قال لك الكونكشن اللي بين الانتر سيجمنتال ارتري رقم 7 من ال 30 اللي كانت دورسال اورطة بيديهم، بالتحديد الكونكشن اللي بين الانتر سيجمنتال ارتري رقم 7 والدورسال اورطة اللي على نفس الناحية، في الناحية اليمين فقط بيختفي هذا الكونكشن. نبص كده على الرسمة، يبقى هو ده اللي حصل، الكونكشن اللي بين الانتر سيجمنتال ارتري رقم 7 وبين الدورسال اورطة اختفى. جميل جدا، شايفين الرسمة بقى شكلها عامل ازاي؟ مش عايزك تحفظ وتتعب دماغك. انت هتقولي والله يا دكتور انا عارف ان انا عندي 2 هورنز اوف اورتيك ساكس و2 دورسال اورتي متوصل بينهم وبين بعض ب6 دورسال او 6 اورتيك ارش، 6 يمين و6 شمال. امسح باستيكا القرش الاول والثاني والخامس على الناحيتين، اهو اهو اهو، والاول والثاني والخامس على الناحيه الثانيه، هايل. وقوم ماسح جزء من السادس على الناحيه اليمين بس. انهي جزء يا دكتور؟ الجزء البعيد، الديستال بارت، اخر جزء من القرش السادس على الناحيه اليمين فقط. ثم امسح اجزاء من الدورسال اورطة اللي هي مين يا دكتور؟ الجزء اللي بين القرش الثالث والرابع على الناحيتين، يبقى الحته دي والحته دي،
امسحهم باستيكه خالص، وبعدين امسح الكونكشن اللي بين السيجمنتال اورتا رقم 7 والدورسال اورتا، او الانتر سيجمنتال ارتري رقم 7 والدورسال اورتا، امسح ده. فبقت الرسمه قدامك شارحه نفسها من غير تفاصيل. نحاول بقى نفك المعادله اللذيذه دي والفزوره اللذيذه دي. اهو تقدر تطلع الارش اوف ذا اورتا الاصلي اللي احنا اتكلمنا عليه وخدناه في الاناتومي العادي من الرسمه دي؟ اه يا دكتور اقدر. هو مين؟ اهو. ما هي مكونات الارش اوف ذا اورتا؟ قال لك الليفت هورن اوف ذا اورتيك ساك بلس ذا ليفت فورث اورتيك ارش بلس ذا ليفت دورسال اورتا اللي بين الاورتيك ارش رقم 4 وبين السيفن ذا انتر سيجمنتال ارتري. يبقى هو ده مين يا شباب؟ الارش اوف ذا اورتا اللي بيكمل بعد كده بالديسندنج اورتا. مش هو ده اللي احنا خدناه في الاناتومي العادي؟ So arch of the aorta is formed of three parts. أول جزء ال left horn of aortic sac. تاني جزء ال left fourth aortic arch. تالت جزء ال left part of the dorsal aorta بين ال fourth arch وال left seventh intersegmental artery. هايل، يبقى هو ده ال arch of the aorta. جميل. تقول الله سبحان الله يا دكتور، طب ما أنا كده ممكن أتكلم على الكاروتيد سيستم زي ما أنا عايز. اتكلم براحتك. الكومون كاروتيد ارتري هيبقى البروكسيمال بارت اوف ثيرد اورتيك ارش اللي هو ده. مش ده الثيرد اورتيك ارش؟ قال لك البروكسيمال بارت بتاعه هيبقى الكومون كاروتيد ارتري على الناحيتين اهو البروكسيمال بارت. امال ايه اللي هيحصل بعد كده؟ قال لك الديستال بارت اوف ثيرد اورتيك ارش اللي هو الحته دي ديستال بارت اوف ثيرد اورتيك ارش مع الدورسال اورتا هيبقى الانترنال كاروتيد ارتري. هيبقى مين؟ هيبقى الانترنال كاروتيد ارتري اهو، والاكسترنال هيطلع از ابد او سبراوت فروم ذا كومون كاروتيد ارتري. يبقى بمنتهى البساطه انا عرفت الارش اوف ذا اورتا مكون من ثلاث اجزاء، ليفت هورن اوف ذا اورتيك ساك، ليفت فورث اورتيك ارش، اند دورسال اورتا التحتاني. مش انا قطعت الكونكشن اللي هنا اللي بين التالت والرابع؟ قطعته ليه يا دكتور؟ عشان يبقى ده كومون كاروتيد ارتري اللي هو عباره عن الثيرد اورتيك ارش، ويبقى الدورسال اورتا الفوقاني من ورا ده هو الانترنال كاروتيد ارتري، ويقوم طالع الاكسترنال از سبراوت فروم ات. هايل. وبعدين يبقى الرايت هورن اوف ذا اورتيك ساك تبقى البريكيوسيفاليك ارتري، تبقى مين؟ البريكيوسيفاليك ارتري. ويبقى كده الاناتومي العادي اللي انا درسته في الهارت وفي الثوركس بيترسم قدامي اهو. اذا كان الارش اوف ذا اورتا هو الليفت هورن اوف اورتيك ساك وجزء من الدورسال اورتا، مش انا عارف ان الارش اوف ذا اورتا في الاناتومي العادي بيديني النومينت ارتري او بريكيوسيفاليك ارتري ثم ليفت كومون كاروتيد ثم ليفت سب كليفيان؟ نكمل مع بعض بالراحه ونلاقي الاناتومي كامل معانا. يبقى الرايت هورن اوف ذا اورتيك ساك هتمثل البريكيوسيفاليك ارتري اللي طلع منها الرايت كومون كاروتيد والرايت سب كليفيان اهو. الثيرد اورتيك ارش از ا كومون كاروتيد، الدورسال اورتا من فوق از انترنال كاروتيد، والسبراوت اللي طلع ده از اكسترنال كاروتيد. بص على الناحيه الثانيه ميرور ايمج اهي. وهذا يفسر ان الليفت كومون كاروتيد ارتري طالع من الارش اوف ذا اورتا شخصيا، اما الرايت كومون كاروتيد ارتري طالع من البريكيوسيفاليك ارتري مش من الارش اوف ذا اورتا. هايل يا دكتور. نكمل بقيه الحاجات هتبقى عباره عن ايه. اتكلم بقى على السب كليفيان ارتريز يا دكتور. على الناحيه اليمين السب كليفيان ارتري هيبقى شبه الاورطه، يعني هياخد الرايت فورث اورتيك ارش والبارت اوف ذا دورسال اورطا التحتاني على الناحيه اليمين مع السيفنث انتر سيجمنتال ارتري. يبقى ده الرايت سب كليفيان ارتري وواضح انه طالع من البريكيوسيفاليك. اما الليفت سب كليفيان ارتري هيمثله الليفت سيفنث انتر سيجمنتال ارتري لوحده. يبقى فعلا كده الاناتومي واضح قدامي يا دكتور. قولها لنا مره اخيره قبل ما ننسى. The arch of the aorta is formed by left horn of aortic sac plus left fourth aortic arch plus
دورسال اورتا بين الفورث ارش والسيفنث انتر سيجمنتال ارتري. علشان كده طلع من الارش اوف ذا اورتا الليفت كومون كاروتيد ارتري اللي هو كان الارش رقم 3 على الناحيه الشمال، وبقى الانترنال كاروتيد هو الدورسال ارتري اللي وراني من فوق، والاكسترنال كاروتيد طلع از بد، والليفت سب كليفيان ارتري طلع من الارش اوف ذا اورتا اللي كان بيمثله مين؟ الليفت سيفنث انتر سيجمنتال ارتري. ويتبقى لي البرانش الثالث بتاع الارش اوف ذا اورتا اللي هو البريكيوسيفاليك ارتري. مين اللي عمل البريكيوسيفاليك ارتري؟ ذا رايت هورن اوف ذا اورتيك ساك اللي طلع لي الرايت كومون كاروتيد اللي هو الثيرد ارش، ثم الانترنال كاروتيد اللي هو الدورسال اورتا، ثم الاكسترنال كاروتيد طلع از سبراوت. وواضح جدا ان ده الرايت سب كليفيان ارتري اللي بيمثل الرايت فورث ارش مع الدورسال اورتا مع الرايت سيفنث انتر سيجمنتال ارتري. يبقى فاضل لنا يا دكتور تكه صغيره قوي، مين هيعمل البارموناري ارتريز يا شباب؟ برافو. السكث اورتيك ارش على الناحيتين هيعمل البارموناري ارتري. على الناحيه اليمين انا قطعت حته ومسحت حته من السكث ارش عشان ما يبقاش كونكتد بالسب كليفيان ارتري، لكن على الناحيه الشمال يهمني طول ما البيبي ده لسه في بطن مامته وما اتولدش ان يبقى في كونكشن بين الليفت بالمونري ارتري والارش اوف ذا اورتا اسمه داكتس ارتريوزس. فعلشان كده الارش السادس الشمال انا ما مسحتش منه حاجه علشان يبقى في كونكشن بين ذا ليفت بالمونري ارتري اند ذا ارش اوف ذا اورتا عن طريق داكت اسمها داكتس ارتريوزس، مهمه جدا هنعرفها ان شاء الله في الفيتال سيركيوليشن. واخيرا الليفت دورسال اورتا اللي فاضل ده بعد السيفن ذا انتر سيجمنتال هيتحد مع السنجل دورسال اورتا اساسا اللي احنا قلنا عليه علشان يبقى اسمه ديسندنج اورتا، عشان يبقى اسمه ايه؟ ديسندنج اورتا. طيب يا دكتور المواسير اللي حضرتك راسمها لنا دي جميله ولذيذه وبنت حلال وعامله زي المكعبات كده بس مخليه الدنيا متقطعه، عايزين نتفرج على صوره نراجع فيها اللي حضرتك قلته ده. ادي الصورة النهائية، كان عندي ventral aortic sac، كانت ال proximal او ال cranial part of truncus arteriosus اللي اتقسمت ب spiral septum عشان تديني pulmonary orifice و aortic orifice، شايفين الحلزوني ده عشان ال spiral septum. فقال لك ال cranial part of truncus arteriosus اتنفخت وعملت لي حاجة اسمها ventral aortic sac، كان ليها هورن يمين وهورن شمال. وكان في اتنين دورسال اورتي اتحدوا مع بعض وادوا سنجل دورسال اورتا، ووصل بين الفنترال ساك والدورسال اورتا ستة اورتيك ارشز زي ما انت شايف. مسحنا الاول والتاني على الناحيتين almost completely وخفينا الخامس خالص على الناحيتين اهو. وبالنسبة للسادس زي ما احنا شايفين يا شباب لغينا الجزء الديستال بتاعه على الناحية اليمين، لكن على الشمال فضل زي ما هو كله. نفتكر مع بعض ان الاول والتاني almost completely اختفوا، والخامس على الناحيتين اختفى، والسادس ديستال على الناحية اليمين اختفى، والجزء من الدورسال اورطة اللي بين التالت والرابع خفيناه على الناحيتين، والجزء من الدورسال اورطة اللي بين السيفنث انتر سيجمنتال والدورسال اورطة خفيناه على الناحية اليمين بس. يبقى اذا يجيلك كده في الام سي كيو ايه اللي كون الارش اوف ذا اورتا؟ هتقوم قايل الليفت هورن اوف ذا اورتيك ساك مع الليفت فورث اورتيك ارش مع الدورسال اورتا اللي بين الفورث اورتيك ارش والسيفنث انتر سيجمنتال ارتري. طب مين اللي كون الكومون كاروتيد ارتري؟ هتقول الثيرد اورتيك ارش، اما الانترنال كاروتيد فكان هو الدورسال اورتا، والاكسترنال كاروتيد طلع از سبراوت فروم ذا ثيرد ارش. ولاحظ انه على الناحيه الشمال يا دكتور طلع از برانش فروم ذا ارش اوف ذا اورتا، اما على الناحيه اليمين طلع من الرايت هورن اوف ذا اورتيك ساك اللي هو البريكيوسيفاليك ارتري. يبقى مين اللي عمل البريكيوسيفاليك ارتري اللي طالع من الارش اوف ذا اورتا؟ ذا رايت هورن اوف ذا اورتيك ساك. برافو. يبقى ادي البريكيوسيفاليك ارتري اللي هو الرايت هورن اوف ذا اورتيك ساك اللي ادت كومون كاروتيد اللي هو كان الثيرد ارش على الناحيه اليمين، وادت رايت سب كليفيان اللي هو كان الفورث ارش على الناحيه اليمين مع الدورسال اورتا مع السيفنث انتر سيجمنتال ارتري. وبالنسبه للبالمونري ارتريز
الجزء المتبقي من القرش السادس على اليمين بقى الرايت بالمونري ارتري، والجزء اللي على الشمال هو الليفت بالمونري ارتري. ولاحظ ان لسه في كونكشن عشان القرش على الشمال كان كامل، ما شلتش منه حاجه. يوصل الليفت بالمونري ارتري وذ ارش اوف ذا اورتا، هذا الكونكشن مهم جدا في الفيتال سيركوليشن، اسمه داكتس ارتريوزس. طب يا دكتور، حضرتك كنت قلت لنا الفيرست والسكند ارشز كانوا almost completely disappears، يعني في remnants منهم. الفيرست ارش هيديني ارتري هناخده السنه الجايه له علاقه بالمجزله اسمه ماكزيلاري ارتري في الهيدن نيك، والسكند ارش هيدي ارتري اسمه هايويد ارتري له علاقه بالهايويد بون اند سو اون، وله بيدي ارتري كمان اسمه استابيديال ارتري. هناخدهم السنه الجايه ان شاء الله، الماكزيلاري ارتري اوف ذا فيرست ارش and stapedial and hyoid arteries of the second arches، هناخدهم في الهيدن نيك فيما بعد ان شاء الله. انا عندي هنا امبريولوجيكال فاكت مهمه جدا تفسر الهوكينج اوف ذا ريكارنت لارينجيال نيرف. الليفت ريكارنت لارينجيال نيرف يا شباب كان بيعمل هوكينج بلو ذا ارش اوف ذا اورت. بلو ايه؟ ذا ارش اوف ذا اورت مع الحته بتاعت الداكتس ارتريوزم اللي هتبقى ليجامنتم ارتريوزم بعد كده. اما على الناحيه اليمين عشان اختفاء الديستال بارت اوف ذا سيكث اورتيك ارش، فهيطلع الرايت ريكارنت لارينجيال نيرف ويعمل هوك اراوند ذا رايت سب كليفيان ارتري. يبقى الليفت ريكارنت لارينجيال نيرف هيتزنق هنا، فعشان كده هيقوم عامل هوكينج كده وطالع لللارينكس من تحت من هنا. اما الرايت ريكارنت لارينجيال نيرف هيعمل هوكينج اراوند ذا سب كليفيان ارتري علشان هيقدر يطلع من هذه الاريا، فبدل ما يلف على الدكتس اللي كانت موجوده في الناحيه الشمال، لا بالعكس هيلاقي الدنيا مفتوحه، فهيطلع ويلف على اللور سايد اوف سب كليفيان ارتري. فدي ان شاء الله لما تاخدوها في الهيدن نيك وتعرف الليفت ريكارنت لارينجيال نيرف ليه بيلف هنا وليه الرايت ريكارنت لارينجيال نيرف بيعمل هوك تحت الرايت سب كليفيان، تبقى فاكر المعلومه دي بتاعت الامبريولوجي، ان الديستال بارت اوف ذا سيكث اورتيك ارش على الناحيه اليمين اختفى عشان ما يعملش كونكشن مع السب كليفيان، لكن على الناحيه الشمال لم يختفي وعمل كونكشن اسمه داكتس ارتريوزز بعد الولاده. هذا الكونكشن بيبقى فايبروزد ويعمل ليجامنت اسمه ليجامنتم ارتريوزم. ده كانت قصه حياه الارشز اوف ذا اورتا، يعني الارترز بتاعتنا اللي موجوده في الميديا ستاينم، وبالتحديد السوبيرو ميدياستاينم والكاروتيد سيستم اللي في الهيدن نيك. طب امال باقي الارترز هتعمل ايه؟ حضرتك قلت لنا يا دكتور ان الدورسال اورتي بيدوا انتر سيجمنتال ارترز، خلصت من السابع بتاعهم، بس عندي سته قبل السابع، عندي سته في السيرفايكال ريجن، هو 1 2 3 4 5 6، وعندي السابع خلاص، السابع انا خلصت منه خلاص في السلايد اللي فاتت، النود ده جزء من الساب كليفيان ارتري على الناحيه اليمين، وادى الساب كليفيان ارتري بالكامل على الناحيه الشمال. قال لك الانتر سيجمنتال ارتريز دي اللي موجوده في السيرفايكال ريجون قبل السابع، يعني من رقم 1 ل 6، هيعملوا لونجيتيودنال انستموزز. يعني ايه لونجيتيودنال انستموزز؟ بص على الصوره التوضيحيه دي، يعني يعملوا سلاسل طوليه من الانستموزز. الصوره اللي تحت دي يا شباب انا جايبها لك من الاناتومي العادي، عبارة عن البرانشز بتاعت السب كليفيان ارتري. برانشز اوف ايه؟ سب كليفيان ارتري من غير تفاصيل، هناخدها ان شاء الله في الهيدن ريك بالتفصيل. بس انا بوري لك ان السب كليفيان ارتري زي ما انت شايف مدي ارتريز كده ماشية بالطول طالعة لفوق، ومدي ارتري ماشي بالطول نازل لتحت، شايفينهم دول اللي انا بشاور عليهم دول؟ اه يا دكتور شايفينهم. ما هو السب كليفيان ارتري ده طالع من الاورطة اساسا، وبيشكلوا جزء من الدورسال اورتا، صح ولا غلط؟ صح يا دكتور. الليفت ساب كليفيان طالع من الارش اوف ذا اورتا، لكن الرايت ساب كليفيان كان طالع من الرايت اورتيك ساك مع الرايت فورث ارش، او يعني واخد الرايت فورث ارش مع الدورسال اورتا مع السيفنت انتر سيجمنتال ارتري. اذا الارتريز اللي اسمها انتر سيجمنتال ارتريز في الاناتومي العادي عملت لي ايه في السيرفايكال ريجن في منطقه العنق؟ اللي فوق دي كات سيكشن للصوره اللي انت شايفها تحت دي، يعني انا قطعت كات سيكشن كده، شايف قطعت ازاي؟ قطعت كده وبصيت هنا لقيت الفرتبرا بتاعتي زي ما انت شايف،
في longitudinal chain قدامها، وفي longitudinal chain جوه الترانسفيرس بروسيس بتاعها، وفي longitudinal chain ورا الترانسفيرس بروسيس بتاعها. فهسمي الانستموزز اللي قدام الترانسفيرس بروسيس بري كوستال انستموزز، هتديني ارتري مهم جدا في الاناتومي العادي اسمه ascending cervical artery. شايفينه لذيذ ازاي؟ اهو سلسله طالعه اهي. anterior to the transverse process of the cervical vertebra. وهلاقي artery تاني هيخش يدكك في الفورامين بتاع الترانسفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال فيرتبري. هسمي الانستموزز دي بوست كوستال انستموزز، يعني ورا الترانسفيرس بروسيس مزنوقه في النص كده، بوست كوستال انستموزز. الارتري اللذيذ ده اسمه فيرتبرال ارتري. وفي عندي ارتري تاني لذيذ جدا بس بوستيرير تو ذا ترانسفيرس بروسيس توتالي، فهسميه بوست ترانسفيرس انستموزز. هيمثلها الديب سيرفايكال ارتري اللي هاخده السنه الجايه. يبقى اذا انا عندي مجموعه من الارتريز الطوليه في منطقه العنق طالعه من السبكليفيان ارتري، واحده قدام الترانسفيرس بروسيس اسمها بري كوستال ادت الاسندنج سيرفايكال، الانستموزز اللي جوه الترانسفيرس بروسيس ادت الفيرتبرال ارتري، الانستموزز اللي ورا الترانسفيرس بروسيس ادت الديب سيرفايكال ارتري، وهذه الانستموزز سميناها لونجيتيودنال تشين انستموزز اوف ذا نيك اوف ذا امبريو. اتعملوا بالسته سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتريز. واحد يقول لي استنى يا دكتور، ده في واحد نازل اهو على الباك اوف ذا ستيرنم، ده مين ده اللي خدناه في الثوراكس؟ برافو عليكم، ات ذا انترنال ثوراسيك ارتري. يبقى اذا السته انتر سيجمنتال ارتري الاولانيين عملوا لونجيتيودنال تشين انستموزز، والصوره دي جميله تبص عليها بعينك كده مش محتاجه حفظ. حصل لي انستموزز عند جدار الجسم من قدام، ادوني الانترنال ثوراسيك. حصل لي انستموزز قدام الترانسفيرس بروسيس، ادوني الاسندنج سيرفايكال. انستموزز انسايد ذا ترانسفيرس بروسيس، ادوني الفيرتبرال. انستموزز بيهايند ذا ترانسفيرس بروسيس، ادوني الديب سيرفايكال ارتري. مفيش اجمل من كده. طب والسابع انتر سيجمنتال؟ خلاص يا دكتور حافظينه بقى، ده بيدي السبكليفيان يمين وسبكليفيان شمال. اما بالنسبة للانتر سيجمنتال ارتريز في منطقة الثوركس، فهي بتغذي جدران الثوركس عن طريق ارتريز اسمها انتر كوستال ارتريز، وكلنا عارفينها وفاكرينها، اللي كانت بتطلع من السندنج ثوراسيك اورتا وتمشي في الانتر كوستال سبيس. برافو عليكم، بوستيرور انتر كوستال ارتريز. اما في منطقة الابدومن اللمبر انتر سيجمنتال ارتريز هيدوني لاترال لمبر ارتريز، اهم شايفينهم 1 2 3 4. الخامس لمبر هيشكل الكومون ايلياك ارتريز اللي هو نهايه الديسندنج اورتا، انه يدي رايت كومون ايلياك وليفت كومون ايلياك. زي ما اللمبر بالظبط ادوا لاترال لمبر ارتريز، السيكرال انتر سيجمنتال ارتريز هيدوا لاترال سيكرال ارتريز، بس للاسف مش مرسومين في الرسمه هنا، هم ارتريز بيمشوا لاترال ولاترال كده ويخشوا فين؟ في السيكرال فورامين، يغذوا السيكرام. واخيرا الدورسال اورطة، اخر حتة منه خالص اللي هو ادى ديسندنج اورطة، اخر حتة من الدورسال اورطة تبقى رفيعة قوي وصغننة زي ما انت شايف كده، وتدي ارتري يمشي على الميديال لاين اوف ذا سيكرام، فعشان كده سموه ميديان سيكرال ارتري. وبكده في تو سلايدز بس مشكلة الانتر سيجمنتال ارتريز بتاعتك اتحلت وبقت زي الفل. نراجع مع بعض، كان عندي سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتريز، رقم 7 اداني سب كليفيان ارتري خلاص. طب رقم 6 من 1 ل 6 اللي فوقيه ادوني يا دكتور لونجيتيودنال تشين انستموزز، اسندنج سيرفايكال ارتري، فيرتبرال ارتري، ديب سيرفايكال ارتري، اند انترنال ثوراسيك ارتري. اما الانتر سيجمنتال ارتريز اوف ذا ثوراسيك ريجون ادوني البوستيريور انتر كوستال ارتريز، اما في اللمبر ريجون ادوني لاترال لمبر ارتريز، وفي السكرال ريجون ادوني لاترال سكرال ارتريز. ولاحظ ان الخامس لمبر انتر سيجمنتال هو اداني الكومون ايلياك يمين وشمال، واخر حته خالص من الدورسال اورطة بتاعت البيبي رفعت وصغرت واضمحلت وبقت صغننه كده عشان تديني ارتري لذيذ ماشي على الميديان بلين اوف ذا سيكرام اسمه ميديان سيكرال ارتري. وبكده يبقى تاني ست
of arteries present in the embryo عرفنا حلها ايه خلاص الحمد لله. ماشي يا شباب؟ واحد يقول لي استنى يا دكتور، ده الدورسال الاورطي دول كانوا بيدوا lateral splanchnic و ventral splanchnic، فاكرين ولا نسينا؟ فاكرين يا دكتور؟ اللاترال سبلانكينك حضرتك قلت لنا انها ارترز بتغذي الاحشاء الموجوده على جانبي الجسم. يبقى اذا ذا لاترال سبلانكينك ارترز في الاناتومي العادي هتديني الارترز اللي رايحه تغذي الاحشاء اللي على جانبي الجسم، يعني الفرينك ارتري اللي رايح للليفت كوبل اوف ديافرام ورايح للرايت كوبل اوف ديافرام، الرينال ارتري اللي رايح للليفت كيدني والرايت كيدني، الجونادال ارترز اللي رايحه للليفت تيستس والرايت تيستس او الليفت اوفري والرايت اوفري، او السوبرا رينال ارتري اللي رايح للليفت سوبرا رينال جلاند او الرايت سوبرا رينال جلاند. تتحد هذه الاستراكشرز دايفرام وكيدني وسوبرا رينال جلاند وجونادز ان هما بيطلعوا من الانترميديت سيل ماس ميزوديرم. وارجع للجنرال امبريولوجي عشان تفهم يعني ايه انترميديت سيل ماس ميزوديرم. هفكرك ان الميزوديرم بتاع البيبي الصغير كان متقسم لبارا اكزيال ميزوديرم وانترميديت سيل ماس ميزوديرم ولاترال بليت ميزوديرم، ومش هفكرك اكتر من كده عشان ترجع تفتح الكتاب وتفتكر انت. فاللاترال سبلانكينج فيسلز اوف ذا اورتا راحت تغذي الاستراكشرز اللي كانت طالعه من اللاترال او من الانترميديت سيل ماس ميزوديرم اللي هي الدافرام، سوبرارينال جلاند، كيدني، تيستس اور اوفري. ويتبقى ان في فنترال سبلانكينك ارتريز اللي بتغذي الاحشاء اللي رايحه لجسم الانسان من قدام في البطن. عندي فيتلاين فنترال سبلانكينك ارتريز رايحين للامعاء، تلاقيهم ثلاثة ارتريز سنجل كده طالعين من الاورطة من قدام. اول واحد اسمه سيلياك ارتري رايح للفور جت، التاني اسمه سوبيريو ميزنتريك ارتري رايح للميد جات، التالت اسمه انفيريو ميزنتريك ارتري رايح للهايند جات. يبقى التلاتة فايتال لاين ارتريز عبارة عن ايه؟ they are تلاتة فنترال سبلانكينك ارتريز كانوا طالعين من الدورسال اورطة بتاع البيبي، وفي الاناتومي العادي لقيتهم طالعين من الديسندنج ابدومينال اورطة. قال لك ده في فنترال سبلانكينك ارتريز في البيبي رايحة للامبلايكاز بتاع البيبي، اسمهم امبلايكال ارتريز رايحين للبلاسنتا. فقال لك الامبلايكال ارتريز دول متوصلين بالكومون ايلياك ارتري اللي هو نهايه الدورسال اورطة، هيعملوا لي الانترنال ايلياك ارتريز. هيعملوا ايه الانترنال ايلياك ارتريز؟ يبقى لما الانسان يبقى مكتمل النمو يبقى عندنا الدورسال اورطة يديني الديسندنج اورطة، اخر لمبر انتر سيجمنتال يديني الكومون ايلياك ارتري، الجزء البروكسيمال من الاثنين امبلايكال ارتريز يمسك فيه عشان يدي الانترنال ايلياك ارتري، ويقوم طالع لي بعد كده الاكسترنال ايلياك ارتري از سبراوت. اتفقنا يا شباب؟ نراجع مع بعض التو سلايدز دول وتقدر ترجع الفيديو مزاجك وتشوف ازاي جسمنا سبحان الله اتغذى الهيد ونيك بتاعه، وجدار الجسم اتغذى بشرايين اسمها انتر سيجمنتال، واحشاء الجسم على اللاترال سايدز اوف ذا بودي اتغذت باللاترال سبلانكينك، واحشاء الجسم اللي في بطن الجسم او اللي في الفنترال اسبكت اوف ذا بودي اتغذوا بالفنترال سبلانكينك ارتريز. وان شاء الله لما تاخدوا الابدومين والبلفس بشرايين وبرانشات الاورطه الابدومين الاورطه والبلفس بفتكروا كويس قوي ان دول كان اصلهم اتنين دورسال اورطه بساط خالص، وبقدره ربنا سبحانه وتعالى الارترز طلعت بالمنظر ده. دايما بنحب نختم كل موضوع بالانوماليز اوف ذا ارتريز. الانوماليز اوف ذا ارتريز دي بمنتهى البساطه يا اما الارتري كان ضيق زياده عن اللزوم، يا اما الارتري اتكون بالعكس، يا اما ما اتكونش اصلا. خلينا نتفرج ونشوف المايند ماب اللذيذه اللي حضرتك عملتها لنا دي يا دكتور. اول حاجه بيتنت داكتس ارتريوزس، افتكر معايا ان انا قلت لك ان بيبقى في كونكشن بين الليفت بالموناري ارتري والارش اوف ذا اورطا على الناحية الشمال، بسبب ان الليفت سيكث اورتك ارش ما اختفاش خالص، لكن الرايت الديستال بارت بتاعه اختفى. وكان ميزة الكونكشن ده ليها ميزة جامدة في الفيتال سيركوليشن هنعرفها، علشان لما الدم يطلع
بدل ما يروح كله للرئتين الدم المؤكسج، لا يروح للأورطة عشان يغذي الجسم. بعد الولادة لازم تتقفل الداكتس ارتريوزس دي وتبقى فايبروزد، وتعمل حاجة اسمها ليجامنتم ارتريوزم. لسبب او لآخر ممكن البيبي يتولد بيها ويبقى اسمه بيتنت داكتس ارتريوزس، وممكن يبقى معاها حاجة اسمها كواركتيشن اوف اورطة، يعني الاورطة يبقى فيه سيجمنت مسدودة او ضيقة زيادة عن اللزوم، وممكن تبقى لوحدها. طب تاني انومالي، كواركتيشن اوف ذا اورطة، يعني الاورطة نفسه اللي احنا شفناه ده ممكن يبقى فيه سيجمنت ضيقة زيادة قوي عن اللزوم عن سيجمنت تانية، وده بيبقى بسبب مشاكل في العضلات وفي الالياف بتاعت جدار الوعاء الدموي، فيقوم حاصل سيجمنتال ناروينج اوف ذا اورطة بالمنظر ده، فبنسميه كو اركيتيشن اوف ذا اورطة، يعني ناروينج اوف ا سيجمنت اوف ذا اورطة. وجد ان هو لما بيبقى موجود الحته الضيقه قبل الداكتس ارتريوزس بيبقى معاها بيتنت داكتس ارتريوزس، اما الحته الضيقه لو كانت موجوده بعد الداكتس ارتريوزس ما بيبقاش معاها بيتنت داكتس ارتريوزس، فبنسمي الحته اللي قبل الداكتس ارتريوزس لو كانت الحته الضيقه قبلها بري داكتال كواركتيشن اوف ذا اورتا، اما لو كان الضيق بعد الداكتس ارتريوزس فبنسميه بوست داكتال كواركتيشن اوف ذا اورتا. تالت جزء عندنا في الانوماليز اوف ذا ارتيريال سيستم هي الانوماليز اوف ذا ارش اوف ذا اورتا. انوماليز اوف ذا ارش اوف ذا اورتا، اول انومالي اسمها دبل اورتيك ارش. ايه ده يا دكتور، حصلت ازاي دي؟ بص على الرسمه وانت تعرف من غير ما تحفظ. عندي رايت اورتيك ارش وليفت اورتيك ارش، راحوا اتحدوا وعملوا سنجل ديسندنج اورتا، بقى في ارش على الرايت سايد وبوستيريور to the trachea and esophagus، والقرش التاني على the left side of the trachea and the esophagus، وممكن يعمل مشاكل في التنفس وفي البلع لو حصل ضيق او اختناق للاسوفيجس والتراكيا وهو مقفول عليهم من ناحيتين كده بالقرش وفي دورته. ده يحصل امتى ده يا دكتور؟ افتكر معايا ان من ضمن الحاجات اللي قلت لك انها بتختفي البارت اوف ذا دورسال اورتا الموصل بين الانتر سيجمنتال ارتري رقم 7 والدورسال اورتا، ده المفروض كان يختفي عشان يبقى عندي سنجل ارش اوف ذا اورتا على الناحيه الشمال وساب كليفيان ارتري على الناحيه اليمين. لسبب او لاخر لم يختفي هذا الجزء من الدورسال اورتا، فيبقى عندي دبل اورتيك ارش. تاني انومالي عندي هي رايت سايدد اورتيك ارش، رايت سايدد اورتيك ارش، يعني الاورتيك ارش بدل ما يبقى رايح على الناحيه الشمال بالمنظر ده تلاقيه رامي نفسه على الناحيه اليمين بالمنظر ده، وكل حاجة تبقى طبيعية بس معكوسة. السبب واضح جدا وصريح، ان انا بدل ما الغي الانتر سيجمنت او الاريا اللي بين السيفنث انتر سيجمنتال والدورسال اورتا بدل ما تتمسح على الناحية اليمين اتمسحت على الناحية الشمال، فحصل العكس بقى الارش اوف ذا اورتا يمين وبقى السب كليفيان ارتري اللي لوحده هو الشمال، فدي بقى اسمها رايت اورتيك ارش. وعلى فكرة لو ما حصلش مشاكل في سير ومسار الدم في الاوعية الدموية وكل حاجة كانت سليمة بس جاست انها على الرايت سايد بدل الليفت سايد ما بتعملش مشاكل. اخر حاجة انتربتد اورتيك ارش، معناها ان الاورتيك ارش لم يخلق اصلا. انا شايف في الرسمة بص مش فيش ارش اصلا، فين الاورتيك ارش؟ الانتربتد اورتيك ارش هو عكس الدبل اورتيك ارش. ان كان في الدبل اورتيك ارش في حتة كانت المفروض تتمسح ما اتمسحتش، في الانتربتد اورتيك ارش حصل disappearance of the left fourth aortic arch and the right fourth aortic arch، الاتنين اختفوا. المفروض ما كانوش يختفوا، لا بسبب او اخر الفورث aortic arch على الناحيتين اختفى ولم يتطور، فما بقاش عندي الارش اللي بيوصل الفنت الاورتيك ساج بالدورسال اورتا او بالديسندنج اورتا، فما بقاش عندي اصلا ارش اوف ذا اورتا. وزي ما انت شايف طبعا الدنيا بتتلخبط خالص، ودي بتبقى incompatible with life. والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية محاضرة الـ development of the arteries اللي بتبقى عاملة مشاكل كتير لطلبة منكم على مستوى كليات الطب المختلفة. اتمنى ان احنا نكون شرحناها بالراحة وبهدوء وبرسومات الى حد ما موضحة. أترككم وإلى اللقاء في محاضرات قادمة إن شاء الله، سواء إمبريولوجي أو أناتومي.
نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.